شخصي، لما تجيلك حد في العيادة وتعرفي انها طلقت، حضرتك بتقفي عند حارس الطلاق، هل هو فرار الزوج من هذه الست المطلقة ولا ايه بالظبط؟ يعني بتحلليها ازاي؟ اول سؤال بتسأليها ايه؟ اتجوزتي ليه؟ اتجوزتي ليه؟ لان الزواج في رأيي مؤسسة لا تتناسب مع المرأة الصادقة التلقائية البسيطة. الزواج مؤسسة اقتصادية اجتماعية سياسية فاسدة. هل نجاح الزوجة يعتمد على تمثيلها؟ النجاح للزوج والزوجة يعتمد على الكذب المتواصل. علشان تغذي الزواج يجب أن تكذب كل يوم. خليني أقول العبارة تاني، الزواج يعتمد على الكذب المتواصل بين الزوجين. أيوة، لما تصدق يحصل طلاق. دكتورة نوال السعداوي، هل الخيانة عمق امرأة؟ لا، يتوقف يتوقف. أنا ضد أولا الكذب. أنا أولا كلمة خيانة دي عايزة تحليل شوية. بتوصلها أنا ضد الكذب. يعني أنا لما أكون متزوجة، نعم، في عهد بيني وبين الزوج مؤكد، العهد ده الوفاء. نعم، الوفاء على هذا العهد طبعا، وهذا الحب. تمام. والله إذا أنا شعوري تغير، وقد يتغير لأن لا شيء ثابت، لكن طبعا الإنسان لما بيعمل زواج وأسرة بيبقى مسؤول. خلينا أبوي عند جملة هنا، سيتغير ولا قد يتغير؟ يعني أنا بحب التحديد اللي عندك. سيتغير يعني أزمة منتصف العمر في حياة الزوجين، هل هي حتمية؟ لا، مش ضروري. هو لأن المجتمع نفسه ما فيش حاجة اسمها أزمة منتصف العمر، ما فيش. لا لا لا. في نظرك ولا سن اليأس، ولا سن اليأس ولا حاجة كده. لا 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 لا، تمام. احنا بنتولد طبيعيين، طفولة، مراهقة، شباب، كهولة، شيخوخة، الإنسان بيمشي طبيعي، لكن المجتمع غير طبيعي. الزواج غير طبيعي، السياسة صناعة، صناعة وكذب. نعم. ومناورات. بمناسبة السياسة دكتورة نوال، لماذا المرأة المناضلة دايما يا مطلقة يعانس؟ عفوا، يعني إذا ده في اللي قلت كده، لماذا المناضلة دايما تبقى يا مطلقة يا إما عانس؟ مش المناضلة، لا. لما تكون مناضلة وكذابة تمشي قوي. شوف، هي المرأة والرجل كمان، لما تبقى كذاب ومنافق هتمشي كويس قوي. غريبة قوي حضرتك بتقولي هتمشي كويس قوي. ايوه، هتمشي كويس جدا في المجتمع. ليه؟ يعني ليه بقى؟ الحس الشعبي يقولك اخر حلاوة. جدا اخر حلاوة. اخر حلاوة، لانك مش هتبقى غريب، انت عارف. مش هتبقى غريب. لكن المناضل الصادق، لكن لما تبقى كاتب صادق، كاتبة صادقة، مناضل. كلمة مناضل دي عايزة تحليل. يعني ايه مناضل؟ يعني ما تكون انسان بتحترم نفسك، بتحترم شغلك، بتبدع، بتفكر، بتواجه الناس بالحقيقة، اللي على الأقل جايز تكون. نعم. غلطان. نعم. لكن بتقول الصدق. تتعب قوي 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 قوي. بتقول لي تتعب قوي. بمناسبة كلامك ده، بتقول لي زوجة من الزوجات يعني احنا بنسميها جدعة. حضرتك تدركي لما الواحد يوصف ست انها جدعة. تقول لي أستاذ مفيد، انت كراجل قول لي، هل الرجل يعني ينفر من جدعنة المرأة، بمعنى أدق من استرجال المرأة؟ المرأة القوية مش مسترجال. يعني إيه استرجال؟ يعني ما هو كل الكلمات دي غلط. المرأة لها مفاهيم خاطئة. غلط. نعم. الأنوثة. نعم. والذكورة غلط. إيه هي الأنوثة؟ المرأة إيه هي الأنوثة؟ لما المرأة تبقى قوية وشجاعة وبسيطة ومبدعة، يقول لك ما فيهاش انوثه. الرجل اتربى، الرجل والمراه اتربوا بطريقه غريبه جدا. لما تبقى المراه ذكيه، يبقى في الشرق ولا في مصر؟ في العالم كله. في على العالم فكره كله. في العالم كله، ما هو نظام واحد. نعم، نظام واحد بيحكم العالم. نعم، بس بدرجات مختلفه. نعم، بس احنا في مصر لما تشوف الولد بيتربى ازاي، البنت بتتربى ازاي، بيطلعوا كده. لا يستطيع الرجل أن يقف أو يواجه امرأة أذكى منه.
فما بال أن يتزوج. دي قاعدة ما يقدر. ما يقدرش. ما يقدرش. أنا في أمريكا زملائي الأمريكان الأساتذة لما يلاقيني بقى أنا رديت عليه كده ومخي بيشتغل أكتر منه أبص ألاقيه اتضايق جدا بعد ما كان بيجيب لي ورد بعد ما كان بيجيب لي. أقول لك ملاحظة غريبة الجنبية في أصوات الحفيف اللي سمعينها دي أهي واضح من المكان نفسه لأنه الهواء عليل ولا فيش تكييف ولا أي شيء. أنا ممكن بقول ده عشان خاطر الناس هتسمع حاجة زي الحفيف الأشجار فحبيت أفسرها. إيه اللي مسكنك في الدور 26 يا دكتورة نوال؟ هل هناك صعوبة للوصول إلى حماكي؟ فهميني. يعني أنا بحب الارتفاعات، بحب صعود الجبل. ما عندش في الدنيا اللي في 26. ده أنا النهاردة جيت في الأسانسير مش عايز أقول. وقف. عرفت إزاي؟ بلغوكي؟ طبعا بلغوني ونزلت وكان معايا أحمد وخد اللمبة ونزل وبقيت أقول يعني يا هيجرى إيه جوه، هيجرى له إيه مفيد فوزي. والله أنا خدت المسألة على أعصابي ولكن خدتها بهدوء. أنا لم أعبس في أسانسير طول العمر. إنما يبدو أن الإنسان لازم يمر بكثير من التجارب. بس أنا فوجئت. نعم. بثباتي؟ أنا لما نزلت بقى أنت الأسانسير وقف في الدور 19. نعم. ووقف ليه؟ الكهرباء بيقطعوها هنا في شبرا. ساعة من حين لآخر من أيام مرسي. نعم. ومن ساعة ما حبسوه الكهرباء مش يتعال. وبعدين لما وقفت النهاردة قلت ده لازم أفرجه عنه. وبعدين قلت بقى تيجي في مفيد فوزي. أسألك ما أكبر إخفاقاتك في الحياة؟ إخفاقات؟ نعم، إحنا دايما بنتكلم عن انتصارات. ونوال السعدوي الفشل في يعني. نوال السعدوي في نظري هي عبارة عن انتصارات متجددة في الزمن. لا ما أكبر إخفاقاتك؟ الفشل. فشل. كلمة فشل. أنا بفضل كلمة فشل عن إخفاق. عن إخفاق. لأنها محددة. نعم. أنا ليه النجاح في نظري. ما هو النجاح؟ نعم. النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل. النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل. هذا هو النجاح. يعني أنا حياتي عبارة عن كده. أنا يعني بأفشل في حاجة فأتحدى الفشل، أفشل زي حصان، حصان بيقفز حواجز أو الحاجز يقع. نعم. يطلع أقع في الأرض من الفشل بعدين أطلع، هذا هو النجاح. يا سلام، معنى جميل جدا. قولي لي